زياده في الضرايب بجنيه في السنه. فهو الراجل رد قال له احنا عايزين نبقى صرحه، انا هقول لك الحقيقه من الاول ان انا هدفعك زياده. هو دايما العمال كده. هو عموما يعني انا عارف برنامج العمال، هم ما بيقلوش عن برنامج العمال، لان زي ما قلت التصويت ده سلبي، لان الناس خلاص زهقت من المحافظين وعايزين يمشوا المحافظين، وده من صالح الديمقراطيه. بس هو طبعا الغلط ان لما تبقى المعارضه ضعيفه ويبقى دورنا احنا كبرنامجيه، احنا الصحافه هي بتبقى المعارضه، احنا الصحافه في البرلمان، بس عشان نعرف الناس دي بقى لي 22 سنه في البرلمان بقى اتكلم معاهم، فانا عارف بيفكروا ازاي العمال. هما طبعا يعني مش عايزين يقولوا كل يكشفوا كل اوراقهم. مثلا الحاجات اللي اعلنوها ان هم هيعلنوا 20% زياده على المدارس الخاصه. طب المدارس الخاصه دي فيها يمكن اكثر من 150 الف تلميذ، ده بيخفف العبء على مدارس الحكومه وزاره المعارف. فوزيره معارف حكومه الظل ما سالوها قالت طب 20% زياده يعني هنا متوسط مصاريف المدارس ما بين 40 و50 الف باوند. وهنا الحد الادنى الاجور كام؟ الحد الادنى الاجور بالساعه بالغ تقريبا بين 8 ل 10 باوند الساعه حسب السن. انما الحد الادنى من الاعفاء الضريبي 12,500 جنيه في السنه، ده ما زادش بقاله 3 سنين، فهي تعتبر زياده ضريبيه مقنعه يعني. ايوه طبعا. غير مباشره. فهنا لما الناس يعني معظم اللي بيبدلوا المدارس الخاصه مش كلهم اغنياء. يعني في ناس الست اللي بترهن صغيرها والراجل اللي بيرهن بيته عشان ابنه يطلع متعلم احسن منه. عندكم هنا برضه بترهنوا الصيغه وكده وبتاع في الازهر يعني انا بقولها مثال، وبيرهن بيته مثلا وهي بتروح تشتغل مورجج قريب، وهي بتروح تشتغل مثلا شغل اضافي بالليل والكلام ده كله. فالطبقه المتوسطه بتعاني عندكم. فهو لما تصرف تزوده انت عليه 10,000 باوند زياده، هو بيدفع 40,000. فمتقدر 40,000 تلميذ هيطلعوا من المدارس الخاصه. فسالنا وزير معارف حكومه الظل، ده انزلاق الطبقات، ان هو الناس اللي كان عندها قدره انها تدخل عيالها مدرسه خاصه هيضطروا ان هم ينقلوا. لا ده مش كده بقى، ده احنا لما سالنا وزير معارف حكومه الظل بتاعت العمال، طيب ال 40,000 دول هيروحوا فين؟ هيروحوا في المدارس. ما ده عبء على الحكومه. عارف ردت قالت ايه؟ بطريقة ماري أنطوانيتية قالت كده إيه؟ لا خلاص يبقى تزود عدد الفصول. طب هو المدرسين بيشتكوا أصلا من عدد الفصول زيادة. أنتوا عندكم كم طالب في الفصل؟ هو المفروض الفصل ما يزيدش عن 30، فبقى دلوقتي بقى 35 و40. 40 طالب في المدارس الحكومية الإنجليزية. ده ده ده, ده الزيادة، الناس اللي بيشتكوا زيادة بالذات في الأماكن اللي هي إنر سيتي. أيوه طبعا. الأماكن الفقيرة المتعبة وده. فده جزء برضه من برنامج دي خناقه موجوده في الانتخابات الجايه. ده العمال قالوا كده هنعمله كده. فطبعا في حوالي 12 مدرسه قفلوا اوريدي، لان هم كانوا عندهم واخدين مؤسسات خيريه اصلا كانوا تبع الكنيسه وخاصه، فمش قادرين يدفعوا، فمش الناس سحبوا اولادهم من المدرسه، فعدد الطلاب قالوا فقفلوا.